السلام عليكم. الرئيس الإيراني يوجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الاثنين رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى إسرائيل. وقال الرئيس الإيراني في كلمة له بمناسبة مراسم يوم الجيش: إذا أدنى تحرك للكيان الصهيوني لن يخفى عن أعين قواتنا الأمنية والمسلحة. وأضاف: رسالتنا إلى الكيان الصهيوني أنه إذا كان يسعى إلى تطبيع العلاقات مع دول المنطقة فأدنى تحرك له لن يخفى عن أعين قواتنا الأمنية والمسلحة، ونحن نرصد تحركاته، وستكون وجهة قواتنا المسلحة مركزة على الكيان الصهيوني. وتابع: الهزيمة المشينة ستكون مصير من يريد المواجهة مع النظام المقدس للجمهورية الإسلامية. وأكد رئيسي أن تكاتف الجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الحرس الثوري الإسلامي يشكل ذراعين قوتين للقيادة العليا للقوات المسلحة، منوها بأن الجيش الإيراني استغل العقوبات كفرصة وحقق تقدما في الصناعات العسكرية والدفاعية، مشيرا إلى أن الشعب والقوة المسلحة هم مكونات القوة في الجمهورية الإسلامية. ولفت رئيسي إلى أن القدرة العسكرية الإيرانية مشهورة ليس فقط في المنطقة ولكن أيضا في العالم، وأن استعداد الجيش هو رسالة للعدو بأن قواتنا المسلحة تمتلك قوة الردع. وقال الرئيس الإيراني إن الولايات المتحدة الأمريكية صرحت بأن جميع العقوبات والضغوط القصوى على إيران باءت بالفشل وبفشل كارثي، وهذا هو مصير كل من يقدم على خطوة ضد الجمهورية الإسلامية. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.